سمعوني العوني العوني وما عندي عوني راسي يا راسي يا راسي مرقول عيني زيبتي تعير وتقولها ضعيف ترجال راجي يمضاو خالدين القيل والقال سمعوني العوني العوني وما عندي عوني راسي يا راسي يا راسي مرقول عيني فعيل بنتي يمشي بني وعقلي محتار ما حيتي بطول قهوة ولا فطول جار سباوني العوني العوني وما عندي عوين مين جاني العوين قالو 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 ايوا 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 اخويا القهوة محترمة اش من قالو قالو علاش؟ وحطينا بتسعة كرة خلينا نبيع 20 مالنا ايش تريد هذا السوق نرحم بخير لا خلينا نبيع 20 مالنا احسن مكم راح تكرد اخرج علينا خلينا نبيع 20 ما اخرج علينا اش تبيع 20 قرو يا اهلا سي عبد الحي الغوي خويا سلام بخير خير صباح كيداك مزيان شحال لاباس الله يحفظك خويا مرحبا بك عندنا هادشي هايل تبارك الله يبارك فيك ياك متى انت سمعتي بكافيتي دخل عاوني وجيتي عندنا وي والله قالوها لي بعض الفنانين عرفتي والله الا شوقوني باش نجي نشوفها والله الا عرفت الصدى غادي يوصل مرحبا بك عندنا هادشي جديد هادشي جديده جديده عاد الكافيتي دخل جديده اما القهوه قديمه شويه بارك الله والله ما كان هناك انت تشارك معنا في هذا اه سيدي على العين والراس وانت انا ما كره هادشي هادشي يكون في المغرب كله والله العالي اي 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 الحي العاوني تبارك الله عليك شكرا كلشي بخير وانا قلت محال واش غادي تجي من عيط غلاظ يا زياد صح والله عارف عبد الغوي كيفاش نعرفو انت راه كبرنا مني كنا صغار نلعب مع المينيغا تاعيا اخويا حسيت لي الشرف نخدم معاك في هذه القهوه كتعرف اننا كاملين انت غلط ولا انت انا وياك كنا كنلعبوا الطرومبيه والنك يا زمان وهذا ما تبارك الله في النام التلفزيون انا قلت محال واش غتسالي لنا لا 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 ما عيطتي لي صافي الله يحفظك شوف انت غتقابل القهوه ومن تسالي تلحق عندنا وعبد العالي راه بعشي عندي اليوم يلا والله تمشي نعرف صلى صلى الله يبارك فيك والعاوني تبارك الله على هذا الشيء واش شكون اللي طيب لك هذا الشيء هذا الماء تبارك الله عليك يا لاله تبارك الله عليك بصحتك وراحتك تبارك الله عليك شهيوات ماشي هي اللي طيبات انا اللي طيب اللي بغات تقول لك سيبتي هي نصبات وهي طيبات هو كيف 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 نصب كيف طيب يعني الاصاله والمعاصره تبارك الله عليك الحاجه ايوا دابا اش غتغني لنا سي عبد العالي ونغنيو شي حاجه مغربيه معتقه قديمه الاصاله المغربيه كنت حتى الاصاله هذه جديده لا الحاجه اغنيه اصيله زعما داكشي القديم اللي تربينا عليه بحال هكا نغنيو شي حاجه لسي احمد جبران ايه وهذه من الاصاله المغربيه العريقه اسم الاغنيه اللي مشالو غزالو الله الله وبلاتي اللي مشالو غزالو راه عندي معاه سي ذكريات وهذاك احمد جبران رحمه الله كان ولد دربنا ولد الدرب العاليه في الدار البيضاء اييه كان ساكن حدانا يا سلام ايه اللي بصالو غزالو واسم حبيب بقالو خالتي فرح ويه شي حاجه رسيل معن كامل لا غير طبسيد الودع واحد الطبيب ويجيب العود واش نعزف مع سيل العود يلا سير سير واش سير راسك غيضرب العود دابا هو اللي غيسمعك هذه شوف الكراج شوف الزنقه شوف القهوه سربه ياك ما لا هذا الشيء خو عبد العيد تبارك الله سبع صنايعه هو تبارك لا ما ضيعش رزقك ما ضيعش لا اش دابا انا فنان والله العظيم فنان لا باينه الحمد لله باينه غير الزهر ما عندي شيء هذا كله ما كاينش زهر والله راه كيعطي شي فنان مساكن عرفتي واعرين في الفن مزيان وتلقاهم ساكن في الطوبيسات وفي القهاوي وشي فنان يا خويا تلقاهم تبارك الله واصلين وكذا وما في يديهم الزيار لا ماشي انت سي عبد العالي لا 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 حتى هو حتى هو لا لا تبارك الله عليه ايوا يلا سيدي جدالك اللي مسالو غزالو غادي نغني له اللي مشالو غزالو باش يبقى في الصفر انا غادي نبغيت نسمع هاد اللي مسالو غزالو غنسد قلبي لان عندي معاه ذكريات يلا اللي مشالو غزالو اش من حبيب بقالو اللي مشالو غزالو اش من حبيب بقالو يا يا ما يقلب ما يصبرش بحالو يا يا ما يقلب ما يصبرش بحالو اللي مشالو غزالو اش من حبيب بقالو
مشانو غزانو اش من حبيب بقالو يا يا ما يقلب ما يصبرش بحالو يا يا ما يقلب ما يصبرش بحالو اللي مشانو غزانو هو اللي كان عشيرو عشتو تحرار ما تحلاسي من غيرو اللي مشانو غزانو هو اللي كان عشيرو عشتو تحرار ما تحلاسي من غيرو ويبت عسى اللي مشانو غزانو ويقول للناس اللي مشانو غزانو اش من حبيب بقالو اللي مشانو غزانو اللي مشانو غزانو اللي مشانو غزانو اش من حبيب بقالو اللي مشانو غزانو اش من حبيب بقالو يا عيا ما يقلب ما يصبرش بحالو يا عيا ما يقلب ما يصبرش بحالو سلام الله يرحمها روح الله يبارك الله عليك الله يطول عمرك نعم دابا البريتا ديالي ملي كانت صغيره تقريبا في عمرها واحد 6 سنين 7 سنين حتى 8 كاع كانت كتغني واحد الاغنيه باخي كان عقل ديال ليلى مراد اي اي ليلى مراد ديال هو الجزائر لا 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 ما فيها هذا الشيء هذا في جو عائلي ما فيها عاوني شعرك كان هذا الشيء اسكت الله يخليك كان سال عليا اي سال عليا الله يرضي عليك سال عليا كيشتي كنتي كتسال عليها باش عاد غتسكن عليها دابا ماما ما خلينا ناشطين دابا شوف ولدي كتبدا هكا الله باش ندخل المقام يسأل عليا ورحم عينيا ويسأل عليا ورحم عينيا من دمع ريحة ودمع جاية يسأل عليا جمع جمع اليوم جمع اليوم انت المحيط ومهما تتساح حبيبي انت انت الوحيد ومهما تقسى حبي يزيد الله يا سلام لا ليا غيرك ولا ليا حد ولا افتكر لك غير كل ود الله وعشان بحبك يسامع عليا واقول غرامك ما كانش ليا ياللي غرامك كله قاسية يا سلام يا سلام علاش هذا اللي ما تكونيش تانتي في الساحة و ويلي خلاني هذا علاش لا لا شكون يقابل والله والله إلا صوتك جميل ويلي وخصك تعرف تبارك الله بلي العائلة ديالنا كلنا حنا فنانين تبارك الله لا ولدي هذيك سمعان راه من العائلة ديالي بنت خالتي حصول الله يعاونكم السيد سمعان أنا نمشي نكمل شي موال عندي نجي نعاونك في الغسيل سمعان إوا تصبحوا على خير بابا أجي جيب لك الدار أجي اسمح لنا سيدي ما كاين مشكل أصاحبي ايوا انا صافي الله العظيم ليك انا قلت شي حاجه ماشي مليحه ليك انا دي ماتش انا قلت غير اسمعها مع عائلتي يعني عشان ربي ايوا اللي فات مات رد لي رد لي الله يهديك الله يهديك الحاجه وحنا في هاد السن رفعتنا الركب على بالنا اش كتقولوا عرفتي شنو تاخذوا واحد القرار وما غرشعش فيه كامل غادي توقفوا معايا شنو القرار على لا خليها خليها تكمل الحاجه خليها غادي نبدا نغني مش عاد عاود سمعني عبد العالي قال لي الصوت ديالك هائل ماشي اول واحد قالها لي كلشي كيقول لي كتغني زوين مش ملي ماشي بحال دوك المغنيين اللي كيبانوا في القنوات الفضائيه الكبيره العربيه ومشهورين ولاباس عليهم مالي إوا لالا هادي خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء أنا ما بقيت نفهم والو في حتى أودي الله يهديك ماما أجي راه فعلا هاد ماماك ما بقيت كتفهم والو الأفكار ديالها ما غادياش مع العصر بصح وقول يا بابا دابا واش غادي توقف معايا في هذا المشروع هذا وتستمر ياك انت باغي تستمر في مشروع مضمون ها هو جات بين يديك انا مستعد عندي مستعد نكري لك الاستوديو مستعد نكري لك الجوق اللي غادي يعزف مستعد نخلص لك الملحين والكلمات ولكن بشرط تكون الكلمات
جيده وعندها معاني ولحن جميل. بصح لا صافي راه تفاهمت مع بهلول، غادي يجيب الحان وكلمات في المستوى وبحال داكشي اللي كيعجبك انت. بحال داكشي كنت كنسمع منك كنت صبيه. أيه. اسال علي دارارن وارحم عيني دارارن من دمع ريحه ودمع جيه اسال علي. ايش تي حنا غادي نغنيو كاملين غنديروا عائله فنانين. الله عليك. ايوا يا سيدي والبيراتاج ما عرفتي ولا شي الهم بيراتاج. لسه بابا لسه وعاود لي شنو درتي بعدا. كل شيء في امان الله بنتي. دابا الاستوديو راه جاهز، الموسيقيين جاهزين، دابا كيخصنا غير التنازل ديال الملحن ونكون كل شيء بخير. التنازل هو جاي غيوصل توت سويت، نورمالمون بهلول غادي يجي دابا. لا فرح الدروج ديالكم تيقتلو. مالك غير شويه علاش؟ شنو جبت لك الفرح والسعاده كيف العاده؟ والله يوجه الخير. فين هو التنازل بعدا؟ اش من تنازل؟ التصاعد هذا كتعرف لبنان، جبت لبنان. وين جبتي لبنان؟ كيفاش كفات يد خدينا كيجيو لها؟ دابا شخصيات ديما كيجيو لها. عرفتي قبيله السمر ورجا شي واحد انا ما عرفتش منتج لبناني، سمعتو الصوت ديالك وعجبو ما عرف كيطلع عجبو جبتو معايا. ما تخلو بينا خلاص. استاذ تفضل تفضل استاذ، هو نقدم لكم جورج حمدون صاحب شركة عدنان فون. فرح مغني. مرحبا 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 بك في المغرب أستاذ. وشونتي تعرفي هالبوسي هي سيك علمي، خليني نعمل لك سيك على الري. لا خلاص يا أستاذ تفضل. دوكا اللي كانت صوتك جميل، أنا سمعته قبل قليل، صوتك رائع، فيه لمسة جميلة، فيه لمسة من العالمية. أنت بتعرفي نانسي عجرم؟ ايه كنعرفوها. انا اللي خرجت عليها. خرجت عليها؟ اقصد اني خرجتها من الليسي وهي صغيره وعملت لها فيديو كليبات كثيره كثيره. تعرفي الفيديو كليب اخصمك اه؟ ايه انا المقصود باخصمك اه. تبارك الله عليك. استاذ جورج تحب تسمع الاغنيه هنا هون مباشره؟ ايه لايف 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 لايف. احنا مسرحنا في الدار استاذ. اسمعوا دابا دابا. اسمع تفضل. ميرسي ميرسي شكرا. الله لا تزال غير خليك كويس 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 كويس. هذا اللي محتاجينه، هذا اللي نحبوه، هذا اللي نفتقدوه. الفيديو كليبات الخليجي المصري اللبناني مليين الساحة، بس ما فيديو كليبات مغربي. انت فيك الروح المغربية، شكلك كله مغربي. راح اديك الامة، حديك المجد، حديك كل شيء. بكرة ان شاء الله حتمضي معي العقد. موافقة؟ ايه معلوم موافقة. ان شاء الله حديك 100,000 دولار كويس. كيفاش؟ مزيانة مزيانة. 120 اويلي. خلاص خلاص ما تقيس علي، حديك 140,000 دولار. ما عندي وقت، بلون تبعني. 140 شحال بالدرهم بعدا معك؟ وخاش بابا انا غير نويت نغني غادي يعطيني 140,000 دولار. كيفاش كنسمع؟ ويلي 140,000 دولار بابا. صدقني الله الحمد لله يا رب. مزيان تبارك الله. ولات عندي هنا زنقة انا، شي داخل شي خارج. شكون هذا الرباع اللي كان الخاين اللي خارج معاه؟ شي هذاك هذاك اللي كان خارج. عرفتي شكون هو؟ شكون هو؟ منتج كبير من لبنان، هذاك هو اللي اكتشف ديك نانسي عجرم. هذيك اللي كانت دايره حلقة كبيرة في جامع الفنا. هذيك. وحنا مالنا جاي ديال عندنا حنا. غيديني لبنان غادي نصور الكليبات وندير الأغاني وكم مغربية. غيديك لبنان. شكون هذا اللي غادي تمشي تبارك الله لبنان؟ بنتك لالا قالت لك باغا تمشي لبنان وتغني لي تاهي بسريبيتا، تبان في التلفزيون بحال ذوك الكليبات بسريبيتا. لا لا لا. أشنو لا لا أشنو لا. ورقتر عليا 140,000. على قبل 140,000 ريال غتمشي حتى لبنان باش تغني بسريبيتا. أي وحدة 140,000 ريال، 140,000 دولار. 140,000 دولار. إيه. قلت يلا. قلت يلا بدو حشمي شويه، عندك حساب لك راسك صافي وليتي مغنيه ومعروفه. راه عاد يدير لك خاطرك وباباك تيدير لك خاطرك باش باش تبقى على باش يعوضك ديك الايام اللي دازت. صافي لا لا فضينا انا هادشي الغنى ما كاين شيء. وراه غنمشيت ما غير نصور الكليبات وغادي نرجع مالكم. شجعوني كما شجعني هذاك صاحبك عبد العالي، اكد لي على ان الصوت ديالي زوين وعندي مستقبل. ايوا لا لا هذاك عبد العالي اللي بغى يشجعك، ما شجعكش باش تخرج. هو مالو مالو هو ناجح تبارك الله والصلاة على النبي في بلاده. هذاك شجعك باش تغني هنا في بلادك. يا الحاجة هذيك الله، خلي البنت تمشي تبحث على مستقبلها وتكون نفسها بحالها بحال قرانتها. شتي انت بحالك راه هما اللي خرجوا على الاولاد، كون ربيتي كون كاع ما وصلنا لهذا الطريق. خلاص ماما انت يا سيري سيري شويه ديال العصر، ما تكونش غادي نمشي نغني بالمغربيه. صافي بالمغربيه شنو فيها؟ مشات هي كاين لا مغربيه ولا فرنساويه. جلسي في دارك مع بنتك وراجلك،
دارك انا دار معايا عقد ودابا داك العقد ديال الزواج ديالنا علاش ندير ليه انايا نشدو على القفحات نشرقوا اللوحه في الزبل وما خليش بنتي انا غادي نرجع نخليها تكبر بوحدها ما غاداش تخرجي من هنا غتبقى في داركم هيا لالا ها المدونه اللي دارت ما دارتش باش تفرقوا العائلات هي دارت باش تجمعوا العائلات ماشي دارت قالت لك سير انت لبنان هو يبقى في المغرب صافي الهضره هذه شوف لالا انا غادي نمشي بغيتي ولا كرهتي غادي نمشي للبنان ماشي شغلي يلا لاباس عليك لاباس كلشي بخير كلشي بخير كاين باباك بابا وي لا لا عنده ما يدار في القهوه فين ما نسول عليه لقاه في القهوه فين ما نسول عليه وقال لك عطاك تسناه منين تجي لا نتسناه نيت باش ندردش انا وياك شي شويه انت عمودي ما كتغني الكبر ما كتغنيش الصغار علاش على وديك عمو ديالي اللي كتخرج من فمك درت لك اغنيه خاصه بك سمعوها يلا غني معايا عمو ديالي عمو ديالي خوبابا ديالي خوبابا ديالي خالو ديالي خالو ديالي خو ماما ديالي خو ماما ديالي عمو ديالي عمو ديالي خوبابا ديالي خوبابا ديالي خالو ديالي خو ماما ديالي خو بابا ديالي خو بابا ديالي خالو ديالي خو ماما ديالي خو ماما ديالي سن سن سيا وسين سوا وسين سوا دن دن ديا ودن دوا ودن دوا سن سن سيا وسين سوا وسين سوا دن دن ديا ودن دوا ودن دوا عمو ديالي بابا ديالي صافا خويا اللي كاع في الدار بغيتيهم يوليو يغنيو ويشطحو باش نبقى انت على خاطرك عمو ديالي خو بابا ديالي درتي بحساب الخاوه اللي بيناتنا ياك لاباس شنو وقع شنو وقع ما عرفتش شنو وقع ملي دخلتي للدار وحنا في المشاكل مراتي كانت مهنيه جيتي دخلتي بقيتي كتخمق عليها وصوتك مزيان وانتيا وجهك زوين دابا حنا ولينا في مشاكل ولينا دابا باغا تمشي للبنان وباغا دير عقود خرجتي عليا وهذا هو الواقع انا ما قلت غير داكشي اللي شفتو اللي سمعت ما شاء الله عليها صوتها جميل صورتها يعني كاين حضور اسيدي الله يخليك فرق عليك مراتي وفرق عليك داري هذا الشيء راه ماشي هو هذاك لان دابا انا وليت فيها معاه في مشاكل ولات باغا تمشي للبنان وحنا دابا واقفين على الطلاق وهذا الشيء كله بسببك شوف عبد العالي انت عزيز عليا وخويا تلاقينا خوت نتفارقوا خوت انا تنفضل انك بصراحه ما تبقاش جاني ديال الدار كتجري عليا من الدار ديالك فهمها كيف ما بغيتي متاكد هادشي اللي كتقول واخا عندك الحق ديالي فين غادي ما كاين مشكل الاغنيه باش وعدتك غادي نساليها نكملها ونصيفطها لك في سي دي ونوقعها لك بالاسم ديالك ما كاين مشكل أهلين حبوبي والله ما شفنا حبوب حبوبي يعني حلوة ظريفة ميرسي وبعدين وين أمك يا شاطرة؟ أنت بتاكل سباجيتي؟ ليش هذا السؤال ظريف؟ عشان طويل كتير حلوة حلوة هذه شوفي حبيبتي روحي قولي لأمك إن جورج حمدون صاحب عالم الفيديو كليبات وعالم الشهرة والله شكراً شكري ما بدنا فيديو كليبات ولا شيشات شوفي حبيبتي روحي قولي لأمك إن جورج حمدون صاحب أغنية تخصمك أسيبك لا لا والله حتسبها أسيبها ليه؟ حتسبها عشان لقات المنتج لح يعمل لها الفيديو كليب لقيت المنتج لح يعمل لها الفيديو كليب؟ ايه ومرة تانية بشوفك هون حقصه للرجلي عشان تصير اقصر مني شو هيك؟ انا جورج حمدون اتهزق هالهزق؟ الله يعينك يا زلمة هذا مو معقول هذا الله يعينك ايوه كيف جاتكم تلعوني؟ اسمع فرح إذا بقيتي كتشوفي القضية ديال لبنان ولا هذا العقد راه ما انت يا مراتي مع انا راجلك كيحشو معاك العاوني راه فوسط هادي باغي تضيعها من بين يديها حشو معاك راه تقلت انا بغسل الماء على حوايجك دايما مكركرهم ليا تما في بيت النعاس سمع بنتي فرح الله يرضي عليك بكل صراحه انا راه ما يمكنليش نساعدك او نعاونك في شي حاجه اللي ما راضيش عليها راجلك وانا على السيطان
والزاب انتم بغيتوا كلكم تكريبوا. غني لينا غير حنايا ونديروا لك خسابه في السطح ونسزعوك ونجيبوا لك الزرائد يكتبوا عليك. تربحي لا يطري هذيك دجا ولدي الله يرضي عليك. العوني راخك وانت فنان كبير والفنان عمره ما كيكون حاقد. غير مشكل الحاج السله السله سيدي هذه اللي ما بغاش يتفهم. اختي فرح لما قلت لك بانه صوتك جميل وبانه عندك حضور باش تكوني النجمه كبيره تيظهر لي وهذا الشيء باين للجميع بانه راك نجمه في الدار ديالك. وشحال من نجمه ومطربه معروفه كبيره اتمنى ولو الجزء القليل من هذا الشيء اللي عايشه فيه. فبالنسبه للخويا وحبيبي خايل عوني عرفتو قبيله ما قالهاش من قلبه ولهذا انا غادي نتسامح معه. مرحبا بك في الدار. تبارك الله عليكم. واشتي هكذا تكون الصحبه والا فلا. شوف تبارك الله مش شايفاكم كاملين متفقين. صافي انا غادي نصرف النظر على هذه الفكره هذه. انا ممكن نكون نجمه في قلب داري. ها برافو. غنغني مره للعوده. شنو نقول لك المنتج هذا اللبناني كيفاش غادي ندير نتلاقى معاه انايا المنتج؟ ما تخافيش يا ماما انا فهمتها. سير يا بنت عوني. اميمه لا شوف انت انت تبارك الله عليك. بدلتي ايوا تلزيتكم بنت العوني بخير. تبارك الله عليك. تبارك يا بنيتي ما خليتي منه حتى حاجه. ماشي بحال بنتي الصوت والغناء والزين. هي قلت لكم باللي اسمها من عائلتي ولكن نسيت ما قلت لكم باللي مكلتهم. ثاني مالهم هادو حماق.